لحظات فارقة هادئة كانت بمثابة ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة لمستقبل طبيب وطبيبة في السعودية، ذلك على خلفية خطة علاجية وضعها سوياً لأضراس مواطنة لجأت إلى القضاء للحصول على حقها فيما حدث معها. فما هي القصة؟ كان طبيب وطبيبة في السعودية على موعد صارخ مع أزمة فارقة في تاريخهما المهني، أزمة ربما تتسبب في القضاء على مستقبلهما في مهنة الطب بشكل شبه نهائي، وذلك على خلفية خطأ طبي فادح تسبب فيه لمواطنة سعودية بأضرار بالغة في أضراسها وأجزاء غير قليلة من اللثة. وعلى الفور لجأت المواطنة السعودية بدعوى قضائية ذات شأن إلى المحكمة المختصة في العاصمة الرياض، وذلك من أجل إلزام الطبيب والطبيبة بتعويضها مادياً على الأضرار البالغة التي لحقت بها دون خطأ منها في الوقت الذي كان يمكنهما حمايتها من تلك الأضرار. وأفادت المتضررة السعودية أن الخطة العلاجية التي وضعها لها الطبيبان لم تكن كافية لحمايتها من الأضرار التي لحقت بها، حيث حذرها الطبيب والطبيبة أكثر من مرة من حدوث مشكلات في أسنانها وأجزاء من اللثة إذا لم تطبق الخطة الطبية الكاملة التي تم وضعها من أجل شفائها. واطلعت المحكمة السعودية على حقيقة الأمر واستعانت بآراء بعض الخبراء الناشطين في مجال طب الأسنان حتى اهتدت إلى أن الخطأ كان يكمن في الخطة العلاجية الموضوعة، وهو ما أثبته التقرير الطبي الخاص بالمواطنة والذي أكد أن الطبيب والطبيبة قد ارتكبا خطأ بنسبة 100% في الخطة العلاجية. وعلى خلفية تلك الخطة التي تسببت في تضرر أسنان المواطنة أصدرت المحكمة العامة في الرياض حكماً بإلزام الطبيب والطبيبة دفع تعويض بقيمة 52,500 ريال للمواطنة، ولم يعلق الطبيب والطبيبة على حكم المحكمة العامة الذي نال منهما على خلفية الخطأ الطبي، ولم ينجح دفاعهما في إبعاد التهمة المنسوبة إليهما، وبالطبع سيؤثر الأمر كثيراً على مستقبلهما المهني، لكن الأهم من ذلك أنهما سيكونان في أعلى درجات التركيز في الخطط العلاجية التي يتم وضعها في الفترات القادمة. ويأتي الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض في أعقاب إعلان وزارتي العدل والصحة مؤخراً اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، حيث أنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المختصة حتى تتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض. واعتمد القضاء العام في السعودية على تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات، وهي الجديدة نسبية على الدوائر الحكومية السعودية في محاولة جدية لضمان العدل والمساواة في المنازعات القضائية المتعلقة بدعاوى الأخطاء الطبية. فما رأيكم في حكم المحكمة العامة في الرياض؟